باسمي وباسم الملاك الفلاحين الاراضي التابعه لمقاطعه حصين سلا الجديده، كما كتعرفوا اليوم حنا جينا نديروا واحد الوقفه احتجاجيه، كنطلبوا السيد العام الممثل لجلاله الملك نصره الله من اجل اعفائنا من الرسوم الجبائيه التي تفرضت على الفلاحه وكذلك منحنا شواهد اداريه. فمؤخرا كنتفاجئوا ان هناك لجنه مختلطه المتكونه من السلطه المحليه وكذلك الشخص الممثل وزارة الفلاحة وجامعة المحلية جاءوا فعلا أنهم كيشوفوا واش الأرض فلاحية وأقروا وأثبتوا على أن فعلا أرض فلاحية. فإذا والغريب في الأمر أنهم سلمونا شهادة الحد الأقصى هو 30 يوم كيطالبوا فينا كيطالبونا من خلالها باش نثبت ما يفيد على هذه الأرض أنها كانت فلاحية. إذا أننا كنعرفوا إذا كانت اليوم جيتوا كلجنة وشفتوا الأرض فلاحية يعني راه هي يكفي من البئر ومن الابقار ومن الاسطبل والى غير ذلك. يعني كيف يعقل اليوم كطلبني ما يفيد والارض راه كيشوفها فلاحيه؟ اذا كان فهم من كلامهم ان الارض راه كانت بنايات وهدمناها وحنا درنا فلاح اليوم. ف كذلك على الارض عندنا حنا اليوم حنا جل الفلاحه ما كنتوفروا على الماء صرع الشرب ولا كذلك على الماء الصرف الصحي، مما يدل على انها كذلك معفي انها فلاحيه وانها معفيه بقانون 42 المتعلق بالماده 42 القانون المتعلق بالرسوم الجبائيه. احنا اليوم اللي كنطلبوا من السيد العامل الممثل جلاله الملك امنين من الله تعالى ومن السيد العامل انه يشوف من هذا الحي من جهه الفلاحه باش يمدونا بالشهود الاداريه وكذلك اعفائنا من الرسوم الجبائيه اللي تفرضت علينا قسرا. اخر كلمه ما نقدرش نحدد لك لان الغريب في الامر انهم مشاو بعض لي كونت ديال الفلاحه معنا اللي عنده شي بركه شادها يعني باش اجل العلاج انهم تم الاقتطاع خداو لهم من الاقتطاع من نعم خداو من الكونت ديالهم. هذا غريب في الامر ودابا بداوا في الحجوزات الاراضي وهذا هو الخطير في الامر. حنا بغينا من الجامعه شنو؟ حنا بغينا الوضوح. الجامعه بغينا تجينا من الباب شنو بغات من هذا؟ ما الغرض؟ ما الغايه من هذا فرض الضرائب الجبائيه على الفلاحين؟ إذا كان بغات شي حاجه تجينا مباشره، اللهم الا كانت شي حاجه هي فعل ما عرفناش. هنا كيبقى السؤال الاراضي الفلاحيه معفيه من الضرائب، فاذا به تنتفاجئوا بان 2022 23 عطاونا الاعفاء وتيقول لك بان 2019 و20 و21 خاصنا نخلصوا الضرائب. وكانت جائحة كورونا فين غادي تحرك ما تخرجش من ديورنا، ما كاينش توعية كيما جاو في 2022 قال لك خاصك تخلص الضرائب، يجيو في 19 في 21 ويقول لك راه خاصك دير الإشعاع تبلغ بأنك ديكلاري الجماعة، ما كاينش توعية ما كاينش إشعار ما كاين حتى شي حاجة. وفاجئوك بأن الاقتطاعات من الرواتب الحز على الأراضي، اللهم هذا ألا منكر. الدوار حسين رياح سيدي حميده محافظين عندنا كل شيء الورا. شنو المطلب ديالكم؟ شنو المطلب؟ هاد الناس اللي تيديروا لينا هاد الشيء حنا ما بغيناش هاد الشيء، بغينا نعيشوا سالما، بغينا نعيشوا سالما حنا والشعب ديالنا ووليداتنا. حنا ما بغيناش شي حاجه ديال العنف ها؟ حنا واش ملكنا؟ إعفاء الضريبة. حنا حيت الارض ملك وفي فلاحه ما يمكنش حنا نخلصوا. واش حنا فلاحه نوضوا نخلصوا الضريبه؟ واش انا شاريه برطمه باش غنخلص عليها الضريبه؟ هذيك راه ارض جدودي من جد لجد. وعاش الملك وعاش مولاي الحسن وعاش الاسره العلويه. ملاكي اراضي حسين اللي واجهت ضرائب على الاراضي الغير المبنيه علما انها اراضي فلاحيه محضه. كيف يعقل ان 2009 2010 جاء عندنا الاعباء اعباء من الضريبه وما رجعونا حتى 2019؟ علاش ما رجعتوش لنا ب 2011 و2012 و2013 و2017 و2018؟ علاش ما رجعتوناش حتى 2019 2020 2021؟ ما كانش مراسلات. اذا ما كاينش مراسلات، يرسلوا لنا ونجاوبهم علما ان القوات ديال المنطقه تيمنعوا من اعطاء وثائق تثبت بان الاراضي فلاحيه محضه. وحنا قبيله او ملاك وقبيله حسين نحتج
على هذه الوضعية المزرية التي يعيشونها في منطقة حصين. اللهم إن هذا لمنكر. المذكرة ديال المطالب ديالنا هو الإعفاء من الضرائب ديال 3 سنوات 2019 2020 2021. نطالب بالإعفاء الكلي ديال السكينة ما يفوق 80 أو 90 بالله زيادة عن أكثر زيادة عن أن كل ملاك عنده 4 أو 5 ديال الأولاد تاهما فلاحين، إذا ما يفوت 200 والوضعية مزرية، الناس ضعاف ما عندهمش باش غادي يخلصوا، إذا خاصهم يعطونا حل، طرقنا جميع الأبواب. اليوم نطالب السيد العامل التدخل من أجل إرضاء هذه السكينة وشكرا.